أنا انشراح. أنت خايف من إيه؟ إحنا فين؟ بص وأنت تعرف. جهنم دي؟ ده المستوقد اللي بنسوي فيه الفول. بتاكلوا كل المدمس ده؟ ولا بندوقه، ده للموعودين يا عم. المدمس للموعودين؟ أمال أنت بتاكلوا إيه؟ برسيم؟ فضها سيرة. إيه حكايتك؟ اتنصب علي وبقيت يا مولاي كما خلقتني. يا مسكين، وهتعمل إيه؟ مش عارف. أنا تعبان، تعبان قوي، نفسي أنام. تنام؟ طب ما تنام. فين؟ هنا، في المكان اللي أنت فيه ده. مين يا انشراح؟ ضيف غريب يابا. اهلا يا ابني. اهلا بك. اتفضل. تشكر يا حاج. قمت ليه يابا؟ ده انت عيان الان، مش عارف هتعمل ايه في الفول بتاع الناس. اطمن، هروح اودي قدري وارجع اودي قدرك. تنزلي البلد مرتين؟ صعب عليك يا بنتي. لقمة العيش يابا ومحدش بياكلها بالساهل. معلش، بكرة تقوم بالسلام. خش انت استريح. براو عليكي وحياة سيد ابراهيم الدسوق، انت اجدع من رجالة كتير. تشكر. وناوي تعمل ايه؟ ناوي اشتغل لحد ما لمي تمن المحران. ما هو اللي سرق مني تمن وابور الحرب كتير ولفات. ده انت هتشتغل العمر كله مش هتلم نص الف واحد. إلا بقى إذا اشتغلت شغل براني. أشتغل شغل براني؟ اخص على كده. زعلت ليه؟ هو الشغل البراني ده حاجة وحشة لا سمح الله؟ ما كنتش تعرف؟ أبدا. يبقى سماح. تعرفي تيري؟ خفيف خفيف. 109 شارع النهر بالزمالك. تعرف صاحبة الشقة دي؟ واحد بلدياتي يعرفي، هفكرها بيه، يمكن تشوف لي شغلانه. يروحوا له منين المكان اللي مكتوب في الورقه دي؟ الزمالك يا سيدي لما انت بعد كبرى ابو العيله. وكبرى ابو العيله ده يبقى فين؟ قبل كبرى الزمالك. هو انا عرفت كبرى ابو العيله لما هعرف كبرى الزمالك؟ عند كبرى 6 اكتوبر. هي البلد بقت كلها كباري ولا ايه؟ طب اسمع، الصبح تاخد الاتوبيس وتنزل في العتب، وهناك تسال هيدلوك على الاتوبيس اللي رايح الزمالك. صباح رباح بقى انشراح، انا عايز انام. نام. ما اعرفش حد بالاسم ده، لكن هو بعتك ليه؟ ما اعرفش، هو بعتني وهو الخير كتير اهو. فهم. خديه اعتدال ولبسيه دوم سعيد. عينيا ورايا. قبلتي مش كنت تتأكدي منه الاول؟ ما تخافيش يا بنت، ده باين عليه مدهول قوي. امسك. ايه دي؟ اعمل بيها ايه؟ روح دلك رجلين الست شوشو. انت جننتي اعتدال؟ اوه، اعمل اللي بقولك عليه. ده انا راجل كنت محترم. باين عليك مش هتعمر. على ايه؟ هاتي. بقولك ايه؟ ها؟ ما تعرفيش هم هيدوني كم؟ هتكون مبسوط. روح شوف شغلك. بس دي شغل الستات، ده انا راجل كنت محترم. ما انت عارف اهو. الله يخرب بيت ابوك يا بلبل. يو، ما تقرب يا لتنقرف. استنى، رايح فين؟ اقعد تعاكل الجاي Thank you.
هلا قولي لي يا ست شوشة. نعم. لزوم ايه الكاكا اللي انت بتحطها في دماغك دي؟ مش شغلك انت، تشوف شغلك وبس. انت هتضربي حد بالروسيه ولا حاجه؟ دمك خفيف يا مهبل. اروح اشوف مين في الباب. مالكش دعوه، انت شوف شغلك وبس. وزينا شوف مين اللي على الباب يا بيت. ايوه بيصرف على ايه؟ اهلا يا معلم. اهلا بيك معلم عبد الستار يا ابنتي. ازيك يا حلو؟ اهلا عنك يا معلم. تشكرك يا ابو سينا. اهلا يا معلم عبد الستار، تعال يا روح. اهلا بيك. مساء الخير يا ست الكل. مساء النور يا حبيبي، اهلا اتفضل. خد ياض. ايه ده؟ امال فين اعتدال؟ موجودة يا اخويا بس في المطبخ. اتفضل استريح يا روحي. لا انا مش هستريح على مصالح كوثر. كوثر؟ ليه؟ وانتوا زعلانين ولا ايه؟ اصلها واخدة على خاطرها مني الليلة امبارح. لكن عليا النعمة من نعمة ربي، انا النهاردة قلستك. اسم الله. اهي موجودة يا اخويا نايمة في اوضتها، اتفضل خش لها. تشكرك. يبقى قول دستور وانت داخل. ولد في حريم نايم جوه، يمكن فيهم واحدة مش متغطية ولا حاجة. اخرس خالص، يلا خش المطبخ شوف شغلك. أوو وجع. الله، أنت بتعمل إيه؟ هتنام قبل ما تتعشى؟ عايزين تعشوني، عشوني. خد. أنا راح أشتري فساتين وحاجات، أوعى تنام قبل ما أجي. روحي. اتفضلوا تعشوا. راح ياخد مكانه. ان شاء الله ما تعشيتوا. ايه ده؟ ايه ده؟ وحياتك يا حاج الضابط، احنا كنا بننزل حتى سالهم. ايوه مظبوط. يلا يا مظبوط. دامي. بس ايه الزيطه دي؟ انتوا عاملين همسه ليه؟ انا هو النهارده فيها همسه ليه كده؟ دامي. عملتها يا كلب. عملت ايه؟ انتوا بتعملوا تعبوا عسكر وحراميه. دامي. بس عايز اتكلم. يا اخويا حاسب عليا، اخدني. رايحين فين؟ يلا دامي. يلا. وكلكم هتمشوا وانا عارف لوحدي. دامي. ما انا حاجة معاك. هو انا عارف لوحدي. دامي. انما حضرتك اسمك ايه؟ نحن رمضان الفقي ووكيل نيابة قصر النيل. هو حضرتك اسمك رمضان؟ ايوه. وانا اسمي رجب. شوف محاسن الصدف وربنا سبحانه وتعالى لما يجمع الاحباب. بس يا راجل أمرنا بالآتي: يخلى سبيل المتهم ما لم يكن محبوزا على ذمة قضايا أخرى بضمان بطاقته الشخصية. هتمسكوني ليه تاني بقى؟ مش سعادة البيه قال تسيبوني؟ أيوه هيسيبوك، بس بعد ما تروح القسم وكملوا بقية الإجراءات هناك. ما تطلعوا ست شوشة دي وحدانية. شوشو؟ امشي يا راجل الجارة بره، خد العسكري. حاضر منك.